كل الخير لكل الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. مع زخات المطر، مع المنخفض الجوي إنجاز التعبير، بنقدر نقول الخير واصل من السماء لعله ينبع من الأرض، ونقول نحن وأنتم مقبلين على أيام بيضة بعكس هذا السواد اللي نحن مرقنا فيه والضبابية. مع ضيفنا لليوم رح نضوي على موضوع بعيد كل البعد عن حلقة اليوم اللي هي مخصصة مثل العادي 1 2 3 بإطار الحدث الأهم، وهو إطلاق استراتيجية وطنية صحية بسراي الحكومة من دقائق، ومعالي وزير الصحة دكتور فراس الأبيض موجود معنا مباشرة لحتى يخبرنا بالتعاون مع شركاء لبنان العالميين ماذا يعني الاستراتيجية الوطنية للصحة. قديش مهم نحن بهذا الإطار نقول في ناس بعد معنيين مش بس بالعناوين، ولكن عم بيغوصوا بأدق التفاصيل والمراحل اللي من خلالها بنسعى لحتى نخفف على المريض، نرخص أدوية إنجاز التعبير، أدوية الأمراض المستعصية نقدر نأمنها دون أي اعتصام، دون أي تظاهر، دون أي مطلب عالي الصوت والنبرة. طبعا الموجوع موجوع، والمريض منصلي له لحتى يشفى، منضوي له شمعة بهذا النفق يلي شايفين نور من خلال هذه الاستراتيجية الصحية اللي راح يحكينا عنها بشغف معالي الوزير الدكتور فراس الأبيض. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني ما عم بتطبق بحكومة تصريف الأعمال هذا المثل ما شاء الله، يعني عم بتحاول قدر المستطاع تكون حد كل الناس لحتى تقول بالإضافة لتصريف الأعمال نحن حاضرين لحتى نأدي الغرض إنجاز التعبير. معاليك، هذه الاستراتيجية شو معناتها؟ يعني أول شيء بس أنا بدي أرجع لمفهوم تصريف الأعمال. نحن كلياتنا بنعرف أنه يعني تصريف الأعمال لا يطبق على الأمور الماء يعني اللي فيه إلى حاجة ماسة اللي هي طارئة. نحن حالياً قطاع الصحة أنا برأيي كلياته هو قطاع طوارئ، وكلياته هو يحتاج يعني كل أمر بمس صحة المواطن هي حاليا أمر يعني أكثر من تصريف الأعمال، أمر يعني حاجة أساسية. وإذا نحن ما مشينا أمور الناس يعني شو لكن شو ده عالي عم نشتغل مع شركاء عالميين كانوا موجودين حدك اليوم بالسراي الحكومي. الهدف استراتيجي يعني نحن بننظر للأمور بشكل عام، إن هنالك نوعين من الأعمال اللي عم نقوم فيهم بالوزارة. النوع الأول اللي هو الأمور الطارئة ومن باب يعني تأمين الدواء أو من باب تسهيل عن موضوع الاستشفاء أو وهدول كلياتهم هو شغلنا اليومي بالوزارة. ولكن بنفس الوقت نحن هلأ مثل ما حضرتك ذكرت بالمقدمة نحن بنفق، ونحن نعم يمكن هالأمور اللي عم نعملها بشكل يومي عم بتخلينا نحن يعني نقدر بها النفق نحافظ على حياتنا، نقدر نستمر، ولكن بالنهاية نريد مخرجا من النفق اللي نحن فيه. هلأ ليش نحن الموضوع استراتيجي كتير مهم؟ أول شيء بس لحتى نوصف الوضع اللي نحن فيه. نحن بنعرف أنه هلأ نحن بأزمة من أشد الأزمات اللي مر فيها لبنان اقتصادياً، إن كان سياسياً اقتصادياً وبائياً يعني من جميع. وبنفس الوقت مش بس لبنان عم بيمر بأزمة، نحن فينا نشوف أنه العالم كمان في هنالك أزمة بأوكرانيا أثرت على أسعار البترول، علت الأسعار، في تضخم بالعالم بشكل كبير. كثير من موازنات الدول اللي هي كانت تعطي فيها مساعدات وإعانات يا عم بتروح على أوكرانيا أو خفت. فلذلك يعني نحن عم نشوف أنه بالوقت اللي نحن في لبنان الحاجات عنا عم تتزايد، بنفس الوقت اللي الموارد اللي ممكن نحن تكون مؤمنة في لبنان أو تجينا من الخارج عم تتناقص. وهيدا خلى أنه يصير في تفاوت ما بين الحاجات الشديدة اللي عنا إياها والموارد المتاحة اللي موجودة عنا. إذا نحن طلعنا ببعض الأرقام نحن منشوف أنه موازنة مثلا وزارة الصحة اللي كانت بمرحلة معينة حوالي 500 مليون صارت هلأ تقريبا 40 مليون، يعني نزلت فوق 90%، والخدمات عم بتزيد. إذا نحن شفنا مثلا الإنفاق في لبنان على الصحة اللي نحن يعني كان بمرحلة معينة 4.5 مليار، نحن حاليا عم نصرف حوالي 3 مليارات بالسنة. يعني نحن نازل الإنفاق حوالي 40%، ويعني وهذا يعني انه في ناس ما عم تتحكم، او في ناس ما عم توصل لدواها، او في ناس ما عم يوصل للرعايه المضبوطه. نحن كذلك اذا بنشوف قديش المواطن عم يدفع من نفقته الخاصه، يعني هو عم بيحط على الصحه، واللي كانت بمرحله معينه
رقم مثلا يمكن 20% أو 30% من الفاتورة الاستشفائية تغير. هلأ صار فوق 40% المواطن عم بيحطها من جيبته إذا ما كان بعد أكثر. فكله هذا خلف واضح أنه نحن في لبنان نحن كلبنانيين ما بقى عنا كتير مصاري نحطها بالصحة. بالمقابل منشوف أنه هل المساعدات اللي عم تجي ونحن بتقديرنا 40% من الصحة في لبنان صارت عم تبول عبر المساعدات. هيدي المساعدات لعدة أسباب، إن كان أولاً للمشاكل العالمية اللي عم تخلي يصير في شح بالمساعدات، إن كان لأنه هالمساعدات أيام كتير عم تجي عن طريق جمعيات غير حكومية، مش كل يعني كل جمعية عم تشتغل الشغلة اللي هي تعرف فيها من غير تنسيق مع القطاع بشكل عام، إن كان لأنه أيام في أجندات سياسية بالعالم متضاربة وهذا بتأثر كذلك طبعاً. على شو بيجينا نحن يعني مساعدات وهالأمور كلياتها هيدي خلت أنه هالمساعدات ما عم تعطي النتيجة المطلوبة. يعني ممكن هالمساعدات تساعدنا أكثر لو كان في تنسيق، لو كان في يعني كل هالجهات هاي عم تشتغل على خطة واحدة. كل هيدا أدى فينا للخلاصة أنه نحن إذا ما عملنا استراتيجية، ما كان في رؤية موحدة للقطاع، ساعتها نحن هالجهود في كثير منها عم بتكون للأسف ما عم تعطي النتيجة اللي بدها. فكان مهم أنه نحن نجيب كل الأفرقاء، إن كان عم نحكي أفرقاء محليين أو كان عم نحكي أفرقاء دوليين، نحطهم على الطاولة. نحن هيدي استراتيجية يعني أخذت سنة أو أكثر شوي نحن بطور إعدادها، شارك بإعدادها فوق 100 يعني مشارك ما بين خبير أو بين من أفرقاء القطاع الصحي في لبنان أو عالميين أو غيره. أخذت وقت يعني. وأخذت وقت، ونحن أصلا عملناها بطريقة التشارك. يعني نحن ما جينا قلنا وزارة الصحة هتعملها وبعدين تنزلها بالباراشوت على القطاع، نحن قلنا تعوا يا قطاع كلنا نحط إيدينا بعض مع بعض لحتى نحن نعمل هالاستراتيجية. من قطاع مين بلبنان يعني؟ نحن أو مثلا بلبنان النقابات، المستشفيات الخاصة، المستشفيات الحكومية، كان الجهات الضامنة المختلفة من قوى أمن، من جيش، من كمان من كان مثلا الضمان، مع الدوليين مثل منظمات الصحة العالمية اليونيسف، وكذلك الجهات المانحة أو يعني مثل الاتحاد الأوروبي هو اللي كان داعمها، وطبعا منظمة الصحة العالمية كان لها دور كتير مهم بكتابتها. فنحن كلهم هيدون ثمرتهم كانت هالاستراتيجية اللي نحن عرضناها. إمتى نبلش نلبسها مع عادل الوزير؟ نحن هالاستراتيجية أعلنت اليوم. اليوم أعلنت. نحن هالاستراتيجية في عدة محاور، إذا بدك باستراتيجية فينا نحكي عنها أكثر. هيدي المحاور هي اللي نحن عم نشتغل عليها، واللي نحن بوزارة الصحة بدأنا بكثير من هالمحاور هاي تنفيذ هالمحاور لحتى ما يضل استراتيجيات. بتعرف نحن معودين بيجوا بينعمل استراتيجية حلوة بتطلع بينعمل افتتاح كتيب كتير حلو بينحط على الرف أو الجرور، بيصير الاستراتيجية رقم 18 مثلا وبعدين بيصير لا. نحن كان كتير همنا بهيدا الموضوع انه هيدي نحن اول مرة بينعمل استراتيجية بهالطريقة هاي بلبنان حقيقة، اللي هي الطريقة التشاركية اللي كل الافرقاء السفراء اللي كانوا حاضرين بصراحة هن جدا داعمين. ليش؟ لانه هن بالنسبة لهم أو أكثر شيء بتطلبوا الجهات المانحة، أي جهة مانحة، إنه هي تعرف هالأموال اللي بدها تعطيك وين بدها تروح أو شو ممكن تأدي. يعني بالنهاية أنت بتعرف هالأموال اللي عم يعطونا إياها، بالنهاية هيدي دافعين يعني مواطنين عندهم ببلادهم، وهدول المواطنين اللي دفعوا هالأموال كضرائب بدهم يعرفوا هالأموال اللي اندفعت وين راحت. تعرف مش كل العالم مثلنا يعني، فبهمهم يعرفوا إنه هالأموال اللي اندفعت وين راحت، ولذلك هن بهمهم يكون في وضوح بأي أعمال نحن بدنا، كذلك بهمهم أنه يكون في شفافية، بهمهم أنه يكون في نتائج. ونحن هيدا الأمور هاي هي الاستراتيجية بتوعد فيها. طب معالي الوزير، نحن عم نحكي عن عناوين وقلت أنه يعني أخذت دراسة وقت طويل معكم. المريض اللي هلأ عم يسمعنا، المعني في هذه الاستراتيجية الوطنية أيمتى ببلش يلمس من الكلام يلي هلا انا برايي بلش المثل المريض. خلينا بلش. نعطي فضل. مثلا على مثلين تفضل. الموضوع الاول هو موضوع يعني ديجيتال ترانسفورميشن او يعني نحن مكننه المعاملات ومكننه النظام الصحي في لبنان، ايجاد نظام معلوماتي للقطاع الصحي.
من مركزية وزارة الصحة يعني؟ يعني طبعا هو للقطاع كله. نحن أول خطوة فيه كان موضوع شو بيقولوا تتبع الدواء، يعني خطوة تتبع الدواء، إيجاد البطاقة الصحية، الرقم الصحي الموحد، إيجاد المنصات تبع البروتوكولات والموافقات، إيجاد آلية تتبع للدواء، هيدي بصميم الاستراتيجية، وهي يعني النظم المعلوماتية. ونحن لذلك نحن وعم نحط استراتيجي كان واضح أنه نحن عم نشتغل بنفس الوقت بشكل عملي على هيدا الموضوع. الموضوع الثاني هو محورية يعني برنامج الرعاية الصحية الأولية بالوزارة. نحن يعني أنا خلال زياراتي كلياتها على المناطق، واحدة من الأمور اللي دائما بحرص أنه أعملها أنه مر على يعني مراكز الرعاية الأولية ونشوف شو عم بيصير. مبارح كنت أنا بأحد المراكز بطرابلس، مركز جمعية المكارم، وكنا عم نشوف الأرقام. نحن الأرقام اللي شفناها أنه نحن تقريبا هلأ فوق 50% من الناس اللي عم تجي على هالمراكز عم بتكون هني من المواطنين اللبنانيين اللي عم يتأمن لهم دواء ببلاش، اللي عم يتأمن لهم فحوصات، اللي عم بيكون عندهم تغطية. وجزء من هالناس اللي عم تجي هن ناس يمكن بالأيام السابقة كانوا يروحوا على مراكز خاصة، ولكن هلأ مثلا في بيناتهم الناس يعني موظفين بالقطاع العام. نحن بنعرف قديش عم بيواجه القطاع العام صحيح. صعوبات العامل في القطاع العام نعم. فنحن هالمراكز هاي عم بتكون ملاذ لا يعني لها الشريحة الكبيرة. ولذلك نحن هلأ اللي شفنا أنه اللي عم يحصلوا على خدمات هالمراكز عم يتحول يصيروا أكثر لبنانيين، ونحن لذلك علينا أنه ندعمها. يعني نحن بدنا هالمراكز، مثل المركز اللي أنا زرته مبارح حقيقة يعني على درجة عالية، مش بس من الكفاءة والكذا، لا حتى يعني بتفوت عليه بتشوف أنه مركز مرتب، مركز نظيف، يعني اللي بفوت بعد شوي كأنك أنت عم بتفوت على يعني نحن بنحفظ له لكرامته للمريض. نحن مش بس أنه والله هيدا مركز الرعاية هو لمثلا يعني للناس الفقراء اللي بيكون المركز كيف ما كان، لا نحن بهمنا يكون مستوى، ولكن لتعطيه مستوى لهالمركز بدك تأمن له تمويل نعم. بدك تجيب يعني بدك تساعد هالمراكز. فنحن مثلا بضمن الخطة عدة أمور صارت على عم تطبق نعم. واحدة منها للمراكز نحن هلأ عنا مشروع مع اليونيسف نعم. 170 مركز من مراكز الرعاية الأولية حكلها يتحين حطلها برنامج الطاقة الشمسية حلو. وهيدا بيخفف عنهم كل مصاريف المازوت والكهرباء. 170 مركز. نحن أوردي عنا كذلك ببرنامج آخر مع الـ WDF World Diabetes Foundation كذلك تجهيز لفوق 60 مركز كمان بطاقة شمسية وهالأمور، بالإضافة لتأمين الدواء. نحن إجا عنا وقت كان في شح بالدواء بهالمراكز نعم. نحن هلأ في شحن كتير كبير، وأنا أعلنت عنها سابقا، من الأدوية لمراكز الرعاية الأولية بلشت توصل على لبنان. ونحن خلال فترة الأسابيع المقبلة 3-4 أسابيع إن شاء الله غالبية الأدوية بهالمراكز حتكون صارت مأمنة. وجزء من المشروع اللي عملناه نعم. بالمراكز إنه صار كل الأدوية توزع بطريقة ممكننة، يعني بمعنى آخر على نظم معلوماتية عنها. فطبعا هيدا كلياته تدريجيا، يعني خد برنامج مثلا تتبع الدواء، الأدوية اللي هلأ عم نتبعها صرنا في نحن صرنا 55 دواء سرطان ولا عادي سرطان وأمراض مستعصية مثلا. في أدوية منها نحن كنا نأمن 20% بس، هلأ صرنا عم نأمن 100% منها لهال. يعني المريض على المستشفى اللي عم بيتعالج فيه صار الدواء عم بيروح. هلأ بعض المرضى عم يشكو من انه والله المستشفيات ايام بتدفعهم تلفي او هالامور صحيح. عم نشتغل على حلول لهيدا الموضوع، ولكن على الاقل لا نحن هلا بنجي على الدفع، ولكن على الاقل انه ما بقى يعني المشكله الاساسيه اللي عم بيقولوها المرضى هي انه والله الدواء بطل موجود، هالادويه اللي على التتبع صارت موجوده. نحن بموضوع الدفع هناك الجزء اللي بيدفعوه المرضى هلأ هو 20% تقريبا من الفاتورة على الدواء المدعوم. يعني انت دواء هو فعليا حقه مثلا لنقول $1,000، اللي عم يدفعه المواطن من هال1,000 دولار نعم. $5، يعني اللي هو ايام بتشكل 0.5% من حقه نعم. وهذا يعني رقم لا يذكر.
علما أنه نحن حتى موضوع الدفع عم نلاقي له حلول للطبقات الأكثر هشاشة. طب بهذه المرحلة اللي أنت عم تحكي فيها مع علي الوزير، دايما الناس بيروحوا على الإمكانيات، بيقولوا دايما تطلق استراتيجيات، أنت تفضلت وقلت كتيب حلو ملون يوضع على الرف، ولكن واقع الإمكانيات راح تكون هي لبنانية ولا بالدعم من شركائنا العالميين؟ نحن يعني شغلتين بدنا نقولهم. تفضل. لأنه وضعنا صار صعب، حساس، صار من الأهم أنه نحن هالإمكانيات اللي موجودة عنا تروح على المكان المناسب. يعني لأنه مثلاً نحن وضعنا بدواء السرطان ما بقى عنا أموال زي قبل، صار مهم أنه كل دولار عم نحطه حق دواء سرطان يروح للمريض المناسب. واللي نحن كنا شايفينه النظام اللي كان عنا قبل كان نظام سايب، بمعنى الأدوية عم تتوزع وتروح ويمين شمال. نعم كان بتقلي أنه كان في كثير دواء، صحيح، لأنه كنا ندفع 140 مليون دولار بالشهر على الأدوية اللي عم تجي على اليوم لبنان. نحن اليوم أدوية السرطان اللي عم ندفعها عم تكون تقريبا 25 مليون، وأنا بأكد لك أنه نحن بنظام التتبع هل 25 مليون حتى كفينا لحتى نوصل الأدوية لكل مرضى السرطان، ولكن بدنا نضبط بالقبل. فلذلك أنا يعني بس جوابا على سؤالك، الاستراتيجية بتساعدنا بطريقين. أول شيء إن كان الأموال اللي هي أموالنا، أموال الشعب اللبناني، هيدي بتساعدنا أنه نصرفها بالمكان الصحيح، ونتأكد أنه بكل شفافية ما عم بيصير في هدر لها الأموال. وتانيا بتطمن الجهات الدولية اللي إجا وقت بلشت هالجهات الدولية هاي تقول أنتوا بلبنان الأموال عم نحن بنبعث لكم أموال، أنتوا عم تصرفوها بطريقة غير شفافة، أنتوا عم تهدروا هالأموال، أنتوا كذا. وهيدا أدى إلى أن هنالك في عدة برامج مع الشركاء الدوليين توقفوا، صح ولا لا؟ فلذلك نحن لما جينا عم نحط استراتيجية وعم نوضح تماما كيف كل دولار عم يجي عم يصرف، هيدا بيطمنهم أكثر للشركاء الدوليين لحتى يساعدونا أكثر. ماذا بعد إطلاق استراتيجية اليوم معليك؟ رح يكون في مواكبة متابعة؟ هيدا مفترض يعني أنه ينحكي. نحن مثل ما قلنا هنالك عدة محاور أساسية حطيناها بالاستراتيجية. نحن كل محور من هالمحاور بحاجة لجانب تطبيقي لحتى ما يضل حكينا نظري. نحن بلشنا بهالجوانب التطبيقية بتحضير الخطط التطبيقية اللي نحن سميناها رودماب، خارطة الطريق. أول وحدة وأهمهم هي خطة برنامج الرعاية الصحية الأولي، واللي نحن مفروض إن شاء الله نخلصه في منتصف شهر شباط. وهيدا حيحدد لنا نحن مسارنا بموضوع برنامج الرعاية الصحية الأولي. الجزء الثاني اللي عم نشتغل عليه هو له علاقة بالأنظمة المعلوماتية، واللي بلشوا المواطنين يشعروا فيها، يعني مثلا إن كان عبر تتبع الدواء، إن كان عبر، إذا سمعت أنت الأسبوع الماضي نحن حولنا تقريبا 4 أو 5 شركات ما بين نيابة عامة، ما بين مستلزمات، على المستلزمات. هيدي كلياتها نحن كذلك لقطناها بنظام تتبع. نحن هذا النظام جديد، فرق أسعار يعني؟ طبعا، يعني في ناس عم بتجيب مثلا وعطينا نحن أمثلة. حدا جايب مستلزمات ب 300 أو 400 دولار بده يبيعها ب 2000 دولار، حدا جايب مستلزمات ب 1500 دولار بده يبيعها ب 5000 دولار. كلهم هيدول نحن أول شيء رجعنا لهم المصاري للمرضى، هذا رقم واحد، وثانيا حولناهم نيابة عامة لهالشركات هاي. وأنا بهيدا الموضوع كل شركة بدها تتصرف هالتصرف أنا مصر على أنه نمشي معهم لآخر الخط، لأنه بهالظرف هاي هالتصرفات غير الأخلاقية غير مسموحة. وأخيرا نحن كذلك المواطنين بيلمسوها بالنظام اللي طلعناه نحن على تليفوناتهم، اللي بيسمح لهم يفوتوا على أي صيدلية ويكشفوا على سعر الحقيقي للدواء من غير ما يصير في على أي، نحن صار بأي دواء أنت بتاخده على الباركود بتضوع عليه بيطلع لك السعر اليوم للدواء، وخاصة أنه نحن عم نطلع مؤشر يومي حتى ما يصير في بعض يعني الصيادلي مثلا لنقول أو التجار أنه يتلاعبوا بالسعر ويطلع أو يعني. فلذلك كمان هيدي كلياتها هيدي هي من حسنات هل يعني أنظمة المكننة اللي عم نعملها. طب اليوم يعني وأخيرا إذا بتسمح لي فضل أكيد. نحن الموضوع الثالث اللي حكيناه هو الاستعداد للطوارئ، ونحن حكينا على عدة برامج الوزارة عم تشتغل عليها. نحن أنت بتعرف أنا ما بحب يعني نحن منحب أنه بعد ما نخلص المشروع نطلع نحكي عنه، مش نحكي عنه بالأول. فنحن هلأ كمان صرنا تقريبا يعني بالمراحل الأخيرة من مشروع للمختبر المركزي.
اللي إن شاء الله نحن بنوايانا أنه بركي هالسنة هاي بتكون سنة اللي بنرجع لبنان بيفتتح فيه المختبر المركزي وبيرجع عنا يعني هالمختبر اللي كتير بيساعدنا إن كان بمقاومة الأمراض والأوبئة أو كان يعني موضوع جودة الدواء. طب اليوم هذا الموضوع اللي نحن اللي عم نحكي عنه كمان بده إمكانيات، خاصة موضوع المختبر المركزي، هل يدخل بإطار هذه الاستراتيجية؟ هنالك نوعين من الإمكانيات. نعم. أول شيء برجع بشدد، نحن في وفر كبير ممكن نحققه لما نحن نضبط يعني سوء الاستعمال الهدر أو حتى سوء الأمانة. نحن ما نتخبى وراء أصبعنا، هنالك نحن عنا ببلدنا وكلنا بنعرف هنالك هدر، هنالك سوء أمانة، وهنالك أيام كتير يعني عدم استعمال لكتير من هالموارد. ونحن إذا قدرنا نرشد هالاستعمال ونضبط هالأمور هاي، هيدي بتخلينا حقيقة أول شيء بتوفر لنا كتير من هالأموال اللي كانت عم بتروح هدرا. وبنفس الوقت لما نحن نفرجي أنه نحن جديين بأنه نحارب الهدر والفساد هيدا بيخلي ثقة أكبر من المجتمع الدولي ليساعدنا. أسوأ شيء مع المجتمع الدولي لما هو يجي يشوف أنه الأموال اللي عم يعطينا إياه عم يساء استعماله أو عم تهدر أو عم بتروح ضحية الفساد. لذلك برجع بقول هيدا بيخليهم باختصار ما يعودوا يعطونا مرتين. لذلك نحن برجع بقول إذا ما فرجينا نحن أنه نحن وأهمية استراتيجية أنه هي بقيادة لبنان، يعني نحن هيدي استراتيجية مش حدا من برا جاي عم يفرض علينا، هيدي كتبناها نحن هنا في لبنان، صنع في لبنان عبر الأفرقاء من وزارة الصحة وشركاء لحتى نحن نمشي فيها، وأنا برأيي هيدي اللي حتأمننا الموارد لنمشي بالمشروع. طب معالي الوزير، يعني هالموضوع اللي انت عم تحكي عنه بيشجع حضور السفراء وهذا الدعم من شركاء لبنان العالميين بوقت كنا عم نسمع انه الدول الكبيره والغربيه والاوروبيه ما عندها ثقه بالحكومه ولا بلبنان، مش هيك كانوا عم بيتعاملوا مباشره مع NGOs مع جمعيات هن كمان ما كانوا قد هذه الحمله. صح. كيف قدرت صححت هذا المسار وهذه الصوره الحلوه؟ اول شيء بشغلتين اساسيتين. نعم. السؤال الأساسي اللي أنا طرحته على هالجهات المانحة الدولية أنه أنتوا شو خطتكم فيما بعد؟ طب أنتوا هلأ ساعدتوا هالNGOs بالنهاية هن بدهم بيعملوا شيء بيسموه exit strategy، يعني هو بمرحلة معينة خلص بده ينسحب، صح ولا لا؟ ما حيضلوا يعطيك مساعدات له. فلما أنا سألت قلت لهم الطرف الوحيد اللي بيقدر يحل محل هالجهات المانحة الدولية لما تطلع هي الدولة، يعني نحن بحاجة إلى إعادة بناء الدولة، إعادة بناء مؤسسات الدولة، ولكن إعادة بناءها بطريقة صح، يعني بطريقة اللي هي شفافة، بطريقة بيقدر المواطن يسائل هالدولة، وكذلك وأهم شيء بسموها الحوكمة التشاركية، يعني اللي يكون المواطن مشارك بإعادة هالبناء. نحن لذلك أنا بقول لك أنا ما بعتبر أنه يعني مشاركة هالجهات المانحة هي ثقة بالدولة، لا، هي ثقة بشكل أساسي بالمشاريع، يعني هدول الأجانب أو كتير من الجهات اللي بيسموه development banks بتشتغل معك على القطع، يعني جيب مشروع فرجينا أنه هيدا المشروع معمول بطريقة شفافة بأنه إله خواتيم واضحة deliverables، يعني ساعتها هن مستعدين يفوتوا ويمولوا، وهذا اللي نحن عم نعمله. بس كانت الخطوة الأولى بهالمشاريع هن اللي بيطلبوه وضوح الرؤية، يعني هن بيجي بيقولوا إذا أنت يا وزارة ما عارفة شو خطتك كيف نحن بدنا نعرف؟ إذا أنت منك عارفة هالموارد وين بدك تحطيها كيف بدك تلومينا أنه نحن عم نحطها هون وهون؟ لذلك نحن جوابا على هالسؤال جينا قلنا لهم هاي الخطة هنالك وضوح في الرؤية، عارفين وين رايحين، استثمروا فيه. ولكن القيادة اللبنانية هيدا اللي بيكبر القلب، نحن هيدا الموضوع نحن ما في تهاون فيه، نحن اللي عم نجي نقول وأنا قلت لهم إياها للسفراء واللي اجتمعنا فيها إذا ما كانت القيادة اللبنانية أنتوا عم تسمحوا لهالسلطة هاي تقول لكن أنا طالما ما شاركت أنا لا تقع علي المسؤولية، بدكن تحملوا المسؤولية للدولة للوزارة. أوكي. بدك أنت تخلي الوزارة تكون هي بالطليعة، أم يا أما نحن ما منكون بالطليعة ومن ثم لا نتحمل أي مسؤولية، أو نحن منكون بالطليعة ولكن نتحمل كامل المسؤولية. ولذلك هن بهذا الموضوع كانوا قالوا لا نحن بدنا يكون تتحمل المسؤولية، قلت لهم لكن
يعني ما في يعني نحن لا نتحمل مسؤولية من غير ما نكون الدولة الوزارة هي عم بتقود هالعمليات. معالي الوزير، يمكن هالموضوع اللي انت عم تحكي عنه اخذ يعني حيز كبير من اهتمامك من خلال هذه الدراسات ومن خلال الاطلاق. يعني برجع بقول انه نحن بقيد المتابعه تنكون رح يكون في ورشه ثانيه لاعاده صياغه الامور يلي نحن قطعناها. اول شيء بس انا يعني بدي اوضح انه هنالك هيدي استراتيجيه شارك بكتابتها فريق كثير كبير من الوزارة، وعلى رأسهم صديقنا الدكتور وليد عمار المدير عام السابق لوزارة الصحة، وكذلك دكتورة رشا حمرة اللي كانت كذلك موظفة سابقة بوزارة الصحة وغيرهم. يعني تستعين بالخبرات يعني، وهيدي شغلة طبعًا تقدر عليها طبعًا. وبالإضافة إلى ذلك خبرات منظمة الصحة العالمية اللي كانت هي مشاركة وخبرائها، وطبعا كذلك كانت بدعم من الاتحاد الأوروبي اللي هو ساعدنا لحتى نحن نعمل هالدراسة. ثانيا، وأنا حقيقة بدي وجه تحية لكل اللي شاركوا بكتابة هيدي الاستراتيجية ووضع هيدي الاستراتيجية، لأنه حقيقة يعني كان جهد جبار. الموضوع الثاني أنه نحن دغري مع أول دعوة لإطلاق استراتيجية كنا عم نوجه ثاني دعوة، وهنالك لقاء سوف يعقد نهار الاثنين القادم بالسرايا للدول المانحة وكل الجهات الدولية لنفوت بالتفاصيل التطبيقية للاستراتيجية. والهدف من اللقاء نحن دغري يعني مثل نضرب الحديد هو حامي، بمعنى ما نوقف عند يعني استراتيجية وتنظير، نحن دغري نفوت بالمشاريع المزمع يعني تطبيقها على الأرض، إن كان بموضوع يعني موضوع الحوكمة، موضوع التمويل، موضوع شو بيقولوا المراكز الرعاية، برنامج الرعاية الأولية اللي هو أهم برنامج نحن بنعتبره، أنا سميته بالاستراتيجية حجر الزاوية لنظام الصحي في لبنان، إن كان بموضوع يعني الخدمات الأساسية اللي بتقوم فيها من ناحية الاستعداد للطوارئ الوزارة، إن كان من ناحية كذلك نحن اعتبرنا التحدي الأكبر قدام شو اسمه نظام الصحي في لبنان اللي هو الاستنزاف الحاصل بالكوادر الصحية العاملين الصحيين، أو كان موضوع النظم المعلوماتي. هيدي هي المحاور اللي نحن هنقعد نهار التنين القادم مع الجهات المانحة ولنحدد كيف نحن الخطوة العملانية لحتى نحن نمشي بهالموضوع. طب معليك، هالاستراتيجية اللي أطلقناها اليوم بعد مرحلة بحاجة لإعادة صياغة ولا معمولة طويلة العمر؟ يعني هي معمولة، نحن سميناها رؤية 2030، بمعنى أنه نحن هيدي استراتيجية هي ل يعني سبع أو ثمان سنوات القادمين، واللي أنا بتمنى أنه هذه استراتيجية تكون يعني ما بعد الوزارة الحالية وإن شاء الله يعني الوزراء القادمين. تؤمن كذلك بالحكم الاستمرارية؟ لازم، مش هيك؟ لازم طبعا. فلذلك أنه هذه الاستراتيجية خاصة أنه هي ما وضعت من شخص، وضعت من يعني فريق عامل كبير. فنحن بنتمنى أنه هذه الاستراتيجية إن شاء الله حتكون هي خارطة الطريق للوزارات المتعاقبة، واللي حتخلينا نحن كل سنة بسنة يكون في ثمرات عم نقدر نقطفها إن شاء الله لإصلاح نظامنا الصحي. تقدر علي معالي الوزير، يمكن انطلاقا من كل الخطوات اللي انت عم تشتغلها عم تسعى لحتى تكون حد المريض، ولكن منضل نقول انه لبنان اللي كان معروف انه مستشفى الشرق الاوسط، البعض بيرسم علامات استفهام كبيره، البعض بيقول لا الواقع بألف خير لانه الهجره الطبيه اللي خسرناها راحت بلشت ترجع، لانه لبنان مكانته ما في منها بكل العالم. بهذه المرحله بهمني انت كيف شايف لبنان؟ انا بقول انه لا، نحن ما بنعتبر الوضع بخير، نحن ما في شك انه هنالك ازمات عم بشوفها المواطن، ونحن يعني بنكون عم نضحك على نفسنا اذا قلنا انه وضع المواطن بخير، لا وضع المواطن منه بخير، هنالك ما في شك كثير من الخدمات الصحيه اللي ايام المواطن عم يجهد لحتى يحصل عليها، وايام ما عم يقدر يحصل عليها بالخالص، ولكن الجوده يعني اللي اشرت لها من بيت الطبيب يعني الجوده او حتى الكميه، يعني حتى الكميه. ولكن نحن اللي بنقول انه المهم مش انه نحن وقعنا، نعم صحيح نحن وقعنا، السؤال انه هل حنضلنا نحن على الارض واقعين ولا حنرجع ننهض؟ انا برايي هنالك بوادر لاعاده النهوض، يعني نحن شفنا مثلا الاسبوع الماضي العمليه النوويه
اللي صارت بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، اللي هي في عملية فصل التوأم، واللي هي يعني يمكن بين البلاد العربية في 2 أو 3 فقط اللي بيعملوا هالنوع من العمليات، واللي يتطلب حرفية كتير عالية وتنسيق بين يعني جهاز طبي وتمريضي. كان بس الأطباء اللي شاركوا بالعناية بالأم والطفلين بيطلعوا حوالي 16 أو 17 طبيب. هيدا طبعا غير الطاقم التمريضي والتقني والإداري، واللي كان في تنسيق يعني لحظة بلحظة لحتى تكللت هالعملية بالنجاح وعلى أعلى درجات الجودة. بمعنى العملية اللي انعملت لهم للأطفال لو كانوا بأحسن مستشفى في الغرب كان حصلت لهم نفس العملية، وهيدا حقيقة أمر ممتاز. بنفس الوقت نحن عم نشوف يعني كل يوم بتسمع أنت أنه القطاع الاستشفائي، مبارح كنا مثلا بطرابلس افتتاح مركزين أو مشروعين بمستشفى طرابلس الحكومي، افتتاح مركز بمستشفى أورنج ناسو الحكومي، افتتاح كذلك لمشروع بمستشفى الزهراء للصحة العقلية والنفسية. فبتشوف أنه أنت يعني هالجهاز النظام الصحي يعني مع كل الصعاب مع كل الضربات. مين عم بمول هذه المشاريع المهمة اليوم؟ المشاريع هي والبرامج. بنفس الوقت هالمؤسسات هاي برافو. عم تتطلع إلى يعني المدى المتوسط والبعيد، زائد جزء من هالمشاريع عم تكون ممولة من مثلا المشروع اللي صار بمستشفى طرابلس الحكومة. نعم. واحد منهم كان ممول من المفوضية السامية لشؤون النازحين، والثاني كان ممول كذلك من المنظمة هيدا للهجرة IOM. المشروع اللي كان بمستشفى أورنج ناسو كان ممول من الجمعية أهلية بطرابلس، وهذا بفرجيك أنه هنالك يعني حقيقة الجهود عم بتكون من الداخل ومن الخارج لإعادة النهوض بهالقطاع الحيوي. ونحن لذلك بنعتبر أنه إذا في خارطة طريق واضحة للجميع بهذا بيساعد على توحيد الجهود، على تنسيق الجهود اللي عم بتصير لحتى إن شاء الله يطلع. لذلك أنا بجي بقول نحن صحيح يمكن اليوم أنا ما بقول إنه وضعنا بخير، ولكن أنا اللي قلته اليوم واللي قلته مبارح إنه كان يوما جيدا، بمعنى إنه نحن هالمريض صحيح بعد ما خرج من المستشفى ولكن بدأت تظهر عليه بعض علامات التعافي. همتنا نحن إنه يعني ما يرجع يشهد هالنظام انتكاسي، همتنا نحن نشوف كيف نضلنا عم ندعم هالنظام لحتى ان شاء الله يقوم خير وسلام. طب اليوم يعني واقع الاستشفاء، الدخول للمستشفيات حكومي ولا خاص، انت سعيت باجتماع مع المدراء تقول انه يعني الاموال ستصرف ستدفع، يعني بواقع الدواء عم تشتغل قدر المستطاع، سعيت بوساطة مع المستشفيات وقت اللي صار في أزمة مع نقابة المستوردين، عم بتكون انت حاضر، ولكن بالقلم العريض مشكلة الدواء بلبنان، أيمتى رح نرجع مثل أيام زمان نروح على الصيدلية نطلب الدواء اللي بدنا إياه ونلاقيه موجود؟ شوف قد ما بدا وقت. أنا برأيي هيدا اللي أنت عم تحكيه تمني ما بعرف إذا كان منيح بأي معنى. أوف. يعني أنا برأيي إنه نحن نروح ونطلب الدواء اللي بدنا إياه حتى لو كان براند، أنا برأيي ممكن يصير، ولكن السؤال مش ممكن. إذا تمهر ما هي الكلفة؟ مكلف. نحن كنا برجع بقول لبنان البلد اللي هو 5 ملايين نسمة كان مع يعني النازحين، كنا ندفع 1,400 مليون دولار في السنة، بينما بلد مثل الأردن اللي هو 11 مليون نسمة كان يدفع 800 مليون دولار. فالسؤال انه هل نحن بعدنا بدنا نرجع للعادات القديمة؟ هل نحن بعدنا قادرين ماليا على انه ندفع نحن حق البراند وناخد الدواء بعازي وبالعازي؟ كلنا بنعرف نحن مثلا نحن كان اي واحد بيقرب، مع انه القريب فيروس ما بده أنتيبيوتيك، كانت بلبنان يروح المريض من غير وصفة حكيم ياخذ الأنتيبيوتكس ويبلش فيه. طب هيدا كلياته هاي كلها تمن، ولذلك جزء من الاستراتيجية على فكرة اللي حطيناها حكينا فيها على أمور متعلقة بالتمويل. يعني نحن تعدد الجهات الضامنة في لبنان هيدا كله عم بيزيد من تكاليف العمليات الصحية، بمعنى العمليات الإدارية. نعم. في كلفة، يعني خود أنت مثلا مستشفى، هيدا المستشفى عنده عدة جهات ضامنة، وزارة الصحة، الضمان، الجيش، تعاونية الموظفين، التأمين الخاص، المريض اللي عم يدفع من جيبته. تصور أنت أنه هيدول كلياتهم
كل واحد عنده تعريفات خاصة فيه وعنده يعني دورة إدارية خاصة فيه. هيدا المستشفى بدل ما يكون عنده يعني جهاز إداري مؤلف من 4 أو 5 أشخاص، لو كان هنالك توحدة في التعريفات صار بده جهاز إداري مؤلف من 25 شخص لحتى يقدر يتعامل مع هالتعدد اللي بالجهات الضامنة. حقيقة نحن خلينا نكون يعني نعترف أنه نحن عندنا كتير مشاكل، كان هالمشاكل هاي كانت مستورة لأنه كنا نعتقد أنه نحن شعب عنده أموال يعني كتير. هلأ نحن يجب أن نبدأ بعملية التأقلم، وهو أنه نحن يعني نحن منا شعب فقير، ولبنان أنا برأيي غني بأبنائه، وأبنائه الحمد لله يعني وضعهم المالي بلبنان وخارج لبنان وضعهم ماليا جيد، ولكن بغياب الثقة اللي لبنان بيعطيها إن كان الدولة إن كان أجهزتنا المالية لبنوك، هيدي الأموال ما حتجي على لبنان. ولذلك نحن هيدا كل هالعوامل هاي بدنا ناخدها بعين الاعتبار بنظامنا الصحي الجديد. معالي الوزير، كل هذه المواضيع اللي عم نحكي عنها نحن، انت مشكور عم تصدر مؤشر يومي في بعض الصيدليات بيقولوا لازم قبل الظهر وبعد الظهر مثل النفط، لانه عم بتكون الفروقات كمان يعني بالنسبة لنا كارثية. هل ممكن يعني نقول بإطار المواكبة مثل النبض قبل الظهر وبعد الظهر؟ يعني وليش ما بنعملها 3 مرات وليش ما بنعملها 4 مرات؟ يعني هوني أنا حقيقة يعني بدنا نتوجه نحن للعاملين في القطاع الصحي إن كان من أطباء أو كان من صيادلة أو غيرهم، إنه لازم نرجع نتذكر نحن بشو عم نشتغل. يعني نحن معلش ما فاتحين سوبر ماركت، ما فاتحين نحن يعني شو بدي أقول مطعم، نحن فاتحين أمر يتعلق بحياة الإنسان. وهالمهنة هاي إن كانت مهنة الطب أو مهنة الصيدلة، حقيقة يعني الممارس بده يتذكر إنه هو اختار هالمهنة، ما حدا جبره. فلذلك ما الموضوع بده يكون كلياته مبني على حسابات الربح والخسارة. ولذلك أنا بيجي بقول إنه والله إذا كان الصيدلة اللي يعني إذا تغير سعر الدواء أو التاجر اللي بيورد المستورد، يعني المستورد إذا كان والله لأنه تغير السعر بليرة أو ليرة ونص أو يعني 1000 ليرة أو بده يوقف يسلم دواء، في شيء غلط حقيقة. نحن في شيء كتير غلط عنا بلبنان لما لهالدرجة مهنة الطب والصحة والصيدلة بدها تصير قائمة على حسابات الربح والخسارة. علما أنه نحن خليني أعطيك مثل، نحن المؤشر طلع نهار الجمعة كان 60,000 على الدولار 60,000، الجمعة بعد الظهر نزل المؤشر لسعر الدولار بالسوق كلنا بنعرف نزل لل 55 و 56 صح؟ وضلوا 56,000 من نهار الجمعة لنهار الاثنين بعد الظهر. حدا اعترض انه لا المؤشر عالي لازم ننزله نفسهم؟ هل يعني هالناس الغيورين على يعني صحة الناس لنقول حدا منهم طلع قال انه المؤشر عالي نزله يا وزير الصحة، ولا هو بس نحن عنا مشكلة بالمؤشر صعودا؟ لذلك انا برجع بقول يجب على الجميع انه يرجع يتذكر المهنة اللي فات عليها شو بتاني. معالي الوزير، الدولة مسموحة ولا ممنوعة؟ وزير الاقتصاد اللي عملها امبارح بحسب القانون صارت الاسعار مدولرة بحسب بحسب القانون تسعير الدواء في لبنان هو على السعر على الليرة اللبنانية. ونحن أنا برجع بقول هيدي يعني خطوة الدولرة خطوة سيف إلى كتير يعني شو بقوله ذو حدين، يعني مش بس حدين، أكتر من حدين إذا فينا. نحن بجميع الأحوال نحن لقينا حل حلو اللي هو يسمح لنا أنه نحن نحافظ على القانون ونترك الأسعار بالليرة اللبنانية، ولكن بنفس الوقت نحن أعطينا مكننا المواطن من عبر الابليكيشن اللي بيقدر يشوف سعر الدواء، بيقدر يعرف الدواء أي صيدليات فيه، بأي صيدلية بتشوف الدواء بيكون عليه باركود، دغري بيجي المواطن بيصور بيعرف قد سعره للدواء. ما بقى المواطن بحاجة الصيدلي يقول له قد سعر الدواء، صار بيقدر هو يصور. ما بيقدر يعترض الصيدلي؟ لا، لأنه هيدا سعره، ونحن بنطلب من المواطن إذا كان الصيدلي عم بيقول له بدك تشتري بأغلى من سعره الرسمي يتصل علينا ونحن بدنا ناخذ إجراءات بحق المخالفين. نحن برجع بيجي بقول نعم
نحن معلش الصحة ملنا تجارة، يمكن وزير الاقتصاد بيعتبر أنه هناك تجارة وربح وخسارة، نحن بنعتبر قطاع الصحة قطاع ما في بس حسابات ربح وخسارة، يجب أن كذلك ناخذ في الاعتبارات الأخرى المهنة الإنسانية اللي نحن فيها. معالي الوزير، بهذه الروح والشفافية اللي عم تحكي فيها، أنت أقدمت على قرار رفع الدعم عن الحليب. نعم. كتار ليموك ولليوم، تعرف كم تليفون اجينا من امبارح لليوم قالوا للوزير ما عم نقدر نجيب حليب لاولادنا، صرنا بدنا نطعميهم للاولاد من الحليب يلي الكبار بياخذوه او مي وسكر او او او، حتى يعني احد الوزراء لامك على هذا الموضوع وقال انه هذا القرار غير حكيم. انت كنت واضح وصريح، قلت يا جماعه نحن عم نستورد لبلدين وفي واقع بيقول واحد زائد واحد يساوي اثنين. مش بس هيك، نحن اول شيء نرجع نذكر الجميع، تفضل، الحليب اللي لازم ياخذه الطفل بحسب كل منظمات الصحة، نعم، من الصحة العالمية لليونيسف لكل الجمعيات الطبية لجمعيات طب الأطفال بلبنان وخارج لبنان، نعم، الأصل هو بالحليب الطبيعي، ونحن لبنان رضاعة يعني الرضاعة، نحن بلبنان ماضيين على اتفاقيات وكذا والأمور تشجيع الرضاعة الطبيعية، ونحن عنا برامج بمستشفياتنا اللي هو الهيلثي بيبي وهيدا نحن حكينا يعني للجميع، فلذلك الأصل هو دائما الرضاعة الطبيعية. هلأ في ظروف أيام تمنع الأم من الرضاعة الطبيعية، وهيدي ظروف موجودة، يعني ممكن يكون لسبب من الأسباب بخمس لسبعة بالمية من الحالات الأم رب العالمين ما عطيها حليب، ما عندها حليب تقدر ترضع. ممكن أيام إذا كانت الأم تعمل والعمل بخلاف القوانين والتعاميم ما مأمن لها للأم يعني المكان المناسب لحتى هي تقدر تجمع الحليب لترجع تعطيه لها الطفل الرضيع والأمور، وهيدي بتصير بلبنان وبخارج العالم. يجب أنه ساعتها أنت هون لا حول ولا قوة يلجأ المواطن أو هالشخص لأنه يروح يشتري هالحليب اللي البودرة اللي بده يعطيه للطفل. هلأ بحسب الحسابات اللي نحن كلها عملناها، نحن بلبنان كان نحن بحاجة أنه نستورد تقريبا بما يعادل مليون دولار حليب في الشهر. نحن كنا عم نستورد بمليونين دولار حليب في الشهر، ومع ذلك الاتصالات اللي كانت عم تجي على الوزارة كل الوقت كانت الحليب غير موجود، الحليب غير موجود، مفهوم. الحليب غير موجود، علما انه موجود لما عم يجي على البلد، يعني نحن عم نفوت. بعدين لبعض الناس اللي قالت نحن مرنا نسيطر على ومنعمل، نحن هنالك 3000 صيدلية في لبنان، نعم. نحن هل بدنا نحط خفير على باب كل صيدلية؟ وهل كل ما بده يجي واحد بده يشتري حليب بدنا نقول له وين الطفل فرجينا اياه لنتاكد اذا هو عم بيخزن او ما يخزن؟ شو كان عم بيصير؟ علما انه الحليب هذا ما فيك تتبعه، مش مثل الدواء، تتبعه جدا صعب، وبعدين التخزينه سهل. ليش تخزينه سهل؟ لأنه ما بده براد، والشلف لايف تاعته بينحط لفترة طويلة. لذلك اللي نحن شفناه كان أنه في بعض التجار أو بعض يمكن الصيادلة أو الناس كانت عم تلجأ أنه بتاخذ هالحليب، لما بتاخده من السوق بتخلق هالحاجة ترجع بتروح بتبيعه بالسوق السوداء، ولذلك كان الناس كانت تقول في بالسوق السوداء، ولكن كانوا عم يدفعوا حق علبة الحليب اللي حقها كان مثلا 150 ألف عم يشتروها ب 600 ألف و 800 ألف وهالأمور. واليوم نحن بعد ما رفعنا الدعم صار الحليب هلأ عم يجي على الصيدليات في كميات كبيرة نزلت، وفي أنا برأيي اللي يعني ناس المشكلة بالحليب لتطلبه بدك أنت 4 لـ 6 شهور. ليش؟ لأنه الحليب بيجي بالبحر ما بيجي بالطيارة مثل الدواء، ولكن نحن بلشنا نشوف كميات حليب عم بتفوت على السوق اللبناني بكميات معقولة. زائد أهم شيء، ونحن في كتير من التليفونات، بالعكس نحن أنا التليفونات اللي اجتني على الوزارة على الأقل كانت عم بيقول أنه الحمد لله صرنا عم نلاقي حليب، لأنه الناس كانت عم بتقلي أنه دكتور أنت قديش حتزيد علبة الحليب؟ 100 ألف ليرة أو 150 اللي زادت؟ قديش زادت فيها؟ 150 ألف ليرة زادت العلبة. قالوا لي دكتور نحن عم نحط بنزين أكثر من 50 ألف ليرة، عم نروح من صيدلية لصيدلية لحتى نلاقي الحليب. إذن القرار مسؤول، مش نحن مسؤول. برجع بقول القرار مش بس مسؤول، مدروس. مدروس. نحن هيدا القرار نحن قعدنا عم ندرس فيه فوق 6 شهور،
ونحن كنا عم نشوف وحاولنا نجرب طرق أخرى، أنه نحن بيجي مثلا أحدهم بيقول لك أنه عمول نظام موظفين يعمل بطاقات إعانة وكذا. نحن الموظفين اللي هلأ مفروض يكونوا عم يشتغلوا بالإدارات العامة كلهم مقدربين، يعني أنت منك بوضع، يعني برجع بقول أيام في ناس بتطرح لك حلول حرب هيني منا حلول واقعية. نحن حاولنا مثل ما هلأ نحن بدواء السرطان اللي هو أكثر كلفة بكتير من دواء من الحليب، نحن ما رفعنا الدعم، نحن بالعكس عملنا نظام مكنني واشتغلنا لا ابدا، نحن مصرين على انه ما نرفع الدعم لانه ما حدا بيقدر يعني يشتري هذا الدواء. نحن لازم نضل، واذا بدنا نحن نرفع الدعم مش لنرفع الدعم ونوقف، نحن بدنا نحول الدعم من الدواء الى المريض. لذلك برجع بقول انا بالنسبه لي دواء يعني مريض السرطان مثل مريض غسيل الكلى خط احمر. فبرجع بقول نحن لموضوع الحليب نحن بنعتقد انه القرار اللي اخذناه قرار جدا سليم وكان مدروس، ونحن الناس بلشت تلاقي الحليب طبعا خلال فتره وجيزه حيكون موجود بكميات اللي بده يخزن قد ما بده، ما عندنا مشكله. طب في تجمع رح ينعمل لبربرة نصار تحت عنوان صرخة وجع لمناسبة اليوم العالمي لمرضى السرطان نهار السبت بأربع شباط الساعة 2 بساحة رياض الصلح. نحن داعمين كل هالتحركات، نحن بنعتبر انه جمعيات اصدقاء مرضى السرطان هي جمعيات حقيقة عم بتقوم بدور جدا ايجابي وخاصة جمعية بربرة نصار. نحن كوزارة صحة دائما على تواصل مع الجمعيات من جهة لنطلعهم على يعني نحن بشو عم نقوم فيه كوزارة، ومن جهة تانية لنسمع شكواهم. نحن كتير بيكون في اجتماعات مع الجمعيات بينقلوا لنا كذلك هن هموم مرضى السرطان مشاكلهم، بيقترحوا علينا حلول منتساعد نحن وياهم بهيدي الحلول. ولذلك برجع بقول نحن ما عم نقول انه مشاكل مريض السرطان في لبنان كلها محلولة، نحن عم نقول عم نشتغل جاهدين ضمن الامكانيات الموجودة لحتى نقدر نحل هالمشاكل. وانا على ثقة مثل ما انه شفنا ب يعني تتبع الدواء النظام اللي عملناه لتتبع الدواء قدر يحل مشكلة جزء من الأدوية، نحن كل ما نوسع هالنظام حنقدر نحل مشكلة الأدوية الأخرى. بالإضافة لذلك بالنسبة للمرضى اللي عم يشكوا من التكاليف، نحن نعم عندنا طبقة بيسموها طبقة هشة، طبقة يعني طبقة عندها دخل محدود، نحن بالمستشفيات الحكومية عم نلاقي لهم حلول لحتى يقدروا يحصلوا على هالأدوية هاي بأقل كلفة ممكن أو حتى بلا كلفة إن شاء الله. رح ندفعلهم لموظفي المستشفيات الحكومية أنت طلبت؟ نحن على جلسة مجلس الوزراء اللي كنا نتأمل لو كانت نهار الخميس هنالك بند له علاقة بالعاملين بالمستشفيات الحكومية، لأنه حقيقة أنا بعتبر أنه هن ما بدي أقول الجندي المجهول، هن الجندي المعلوم، هن كليات الناس بتعرف قديش هالعاملين بيشتغلوا قدموا وشو وكيف وقفتهم ويستحقوا منا كل دعم. معالي الوزير بالعودة لجمعية بربرة نصار السبت رح يتحركوا، انت قلت انك انت مطلق دعم حاضر تكون حدهم وتتفهم أوضاعهم وأشد بهذه الجمعية، ولكن شو هدف هذه الصرخة وليش أمام أسراء الحكومة؟ يعني شو الصوت اللي بدهم يوصلوه مع أنه واصل للمسؤول من خلالك أنت؟ أنا برأيي منه غلط أنه شو الهدف يعني؟ الهدف هو أنه يضلوا صرختهم طالع، يعني أنا برجع بقول وأنا برأيي هي بالفعل صرخة ألم ووجع، لأنه مريض السرطان نحن بعد ما وصلنا نقدم له الخدمات على المستوى الذي يستحق. ولذلك أنا برأيي أنه هالتحركات هي تحركات مفيدة، لأنه الموضوع مش بس عند وزير الصحة، الجميع بيعرف أنه تمويل أدوية أمراض السرطان منا بس بوزارة الصحة، وهنالك أفرقاء آخرين كذلك يجب عليهم أن يقوموا بواجباتهم تجاه هيدا الموضوع. ولذلك أنا بعتبر أنه هيدي صرخة الوجع إن كان بوزارة الصحة إن كان أمام السراي إن كان أمام وزارة المالية إن كان أمام مصرف لبنان، هي صرخة محقة لحتى كل الجميع يقوموا بواجباتهم تجاه المرضى. الله يقويك معالي الوزير، بكرة عندك نشاط أنت بعد الظهر لأنه هو شهر شباط الشهر الوطني لصحة الفم والأسنان عند الأولاد في لبنان، رح تكون بنقابة أطباء الأسنان في لبنان بالتعاون مع النقابتين ببعضهم. ليش مهم من خلالك كمان نضوي على هذا الموضوع؟ نحن برجع بقول أول شيء برأيي أهم شيء أنه نضوي أنه النقابات عم بتقوم بواجباتها،
أنا بحيي حقيقة نقابات الأطباء، إن كان في أطباء في بيروت أو في الشمال أو أطباء الأسنان في بيروت والشمال، وكذلك النقابات الأخرى اللي عم بتقوم بوجبتها كاملة تمريض، يعني قابلات بها بصرية وغيرها، لأنه حقيقة يعني أول شيء هيدا النشاط داعم للأطباء اللي صمدوا ولا زالوا موجودين في لبنان، وثانيا لأنه عم بيحافظوا على المستوى العلمي. نحن اللي يميزنا في لبنان هو المستوى العلمي للأطباء اللي عنا في لبنان، وهالنشاطات هاي يعني كتير مهمة لأنها بتضل بتحافظ على هالمستوى العالي من المهنية لأطبائنا وطبيباتنا. ما بدي أنسى حملة لقاح كورونا، واقع الكوليرا، وهذه الأمور اللي نحن مشكورة يعني مديرة مكتبك الإعلامي روى يوميا منتابع مع الترصد، ولكن هذه الحملة بهذه المرحلة واللقاحات الجديدة شو بتطمن الناس المترددين وبعضهم المترددين بالنسبة للقاح إذا أمكن؟ أنا برأيي يعني الحمد لله نحن كورونا وضعنا أحسن بكثير من قبل، هيدي ما فينا ننكرها، وهيدا أمر جيد. نعمة هيدا، وهيدا بيرجع لأمرين. الأمر الأول كان للجهود اللي بذلت بوزارة الصحة، إن كان قبل على وقت الوزير حمد حسن أو يعني حالياً، لأنه نحن نقدر نحتوي هالهجمة هالوباء هاي، وقدرنا نحن نأمن العلاج، نأمن اللقاح، نأمن الأمور الأخرى. وبنفس الوقت كمان للأسف يعني في هنالك مناعة مجتمعية حدثت بسبب إجا وقت انتشر الوباء. نحن المهم اللي منقوله للناس خاصة الأكثر عرضة، يعني الأكبر في العمر اللي عندهم مشاكل صحية، منشجعهم يروحوا يحصلوا على البوستر يعني لحتى يحموا نفسهم وعائلتهم. أنا بدي أشكرك معالي وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، شكرا سيدي. الله يخليك. أصدقائي إحنا هون بنوصل لختام حلقتنا، لقاءنا بيتجدد معكم عبر شاشة الأم تلفزيون لبنان بنفس الموعد يوم غد. إلى اللقاء.